الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، متابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذا المساء في هذه المنافسات والتحديات الكبيرة مع انطلاقة سن الكبار وسن الحيل والزمول ضمن فعاليات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. وفي هذه الأمسية نتابع المنافسات والتحديات الكبيرة مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة مع هذه الأشواط المفتوحة التي تنطلق بكل تحدي على مدار 8 كيلومترات. وصلنا إلى الشوط التاسع من أشواط هذا المساء، هو المنطلق والذي يسير بتحديات ولا أروع إلى خط النهاية لنستمتع معكم ونشاهد كل التحديات في عالم الأصايل مع الكبار وانطلاقات سن الحيل. نتابع مسار هذا الشوط، نشاهد ما يدور من تحديات وإثارة على مدار 8 كيلومتر. إلى المقدمة نسير، إلى المركز الأول ونبدأ مع حدث من تقدمت إلى الصدارة، من انطلقت مع المركز الأول وتتواجد بهذا الشعار، شعار الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق فضل الأمين، من يتابعها ويديرها في عملية التضمير. بينما نتابع شعار هجن الرياسة على المركز الثاني من خلال تقدم مهابة اللي خذت المركز الثاني في هذه اللحظة وتتواجد بشعار هجن الرياسة، يضمرها صالح بن سعيد بالعرج المري، من يقدم لنا مهابة على المركز الثاني. أما ثالث المراكز فهذا شعار هجن العاصفة قادما في هذه اللحظات بقدوم المزن اللي خذت المركز الثالث وتقدمت بهذه الانطلاقة، يضمرها غياث الهلالي، من يقدم لنا المزن على المركز الثالث. المركز الرابع ينطلق في هذه اللحظات شعار هجن الرياسة، وهذه متعبة اللي تقدمت في هذه الأثناء خذت المركز الرابع بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم لنا شعار هجن الرياسة مع انطلاقة متعبة على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد أيضا شعار هجن الرياسة بتواجد متعبة الأخرى وتأتي بشعار هجن الرياسة، بينما المجازف من يديرها ومن يتابعها في عملية التضمير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا متعبة أيضا بشعار هجن الرياسة. ولكن على المركز الخامس اقتحام من الشعار الملكي بوصول مهل القادمة في هذه الأثناء حاملة لشعار هجن العاصفة، متقدمة على المركز الخامس وغياث الهلالي في المتابعة والتضمير. هذه التوزيعة الرائعة على المراكز الخمس، ثنائية على خط الصدارة وعلى الخط الثاني ثلاثية رائعة نشاهدها بهذه التشكيلة الرائعة، بهذا المشهد الجميل على ميدان التحدي. ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الأسماء والشعارات التي تنطلق بكل تحدي هنا في عالم الأصايل. خلف المراكز الخمس مجموعة كبيرة تتواجد وتنطلق بأداء، بإثارة، بمنافسة نشاهدها ونستمتع معكم مشاهدين الكرام بوجود هذه الشعارات، بوجود هذه الشعارات الرنانة المتواجدة في هذا المساء على ميدان الشحانية وفي أغلى المهرجانات الخليجية، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى البداية. ما شاء الله يا مهابة على المقدمة الأولى، غيرت وانطلقت مع مقدمة الشوط بشعار هجن الرياسة. هذه مهابة عليها الرقم واحد، هي على الموقع الأول، هي في موقع الشموخ تتواجد وتنطلق بالشعار الحمر، شعار هجن الرياسة. صالح بن سعيد بالعرج من يتابع هذا الانطلاق من مهابة على المركز الأول وعلى الصدارة. أما في المركز الثاني نتابع شعار هجن العاصفة قادما بهذا القدوم من المزن على المركز الثاني بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي، من يتابع انطلاقة المزن. ولكن هناك حدث 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 تتواجد وتنطلق في هذا الحدث الهام، هذه حدث مع الشعار العيناوي
الشعراوي المتواجد في هذا المهرجان ويتواجد بقوة دائما. هذا الشعار يأتي هنا في هذا المسار الجميل، وهذه حدث من تحمل لشعار الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق فضل الأمين. يتابع حدث بهذا الانطلاق، بينما في المركز الرابع الله 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 شعار هجن العاصفة متواجدا منطلقا مع مهل المندفع على المركز الرابع من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة، ومن يقدم مهل في هذا الشوط الذي يسير سريعا وأيضا ويأتي بهذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. بينما في المركز الخامس، خامس المراكز، نتابع القادمة المنطلقة متعبة من هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يقدم لنا أبو سعيد هذا التحدي الجميل؟ من يقدم لنا متعبة على المركز الخامس؟ الله 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 الله، هذه النتيجة للمراكز الخمس، للمراكز الخمس المتقدمة المنطلقة والتي بدأت هنا بهذا الأداء الممتاز في هذا الانطلاق. 4 كيلومترات من عمر الشوط مرت سريعا في هذا الانطلاق الرائع والجميل، حيث نبدأ مع هذه اللحظات مع انطلاق جميل في 4 كيلومتر المتبقية من عمر هذا الشوط، وثنائية جميلة على البداية الأولى في مركز الصدارة بوجود شعار العاصفة ووجود شعار هجن الرياسة على مقدمة الشوط مع انطلاقة مهابة ومع انطلاقة المزن في تحدي ثنائي جميل على مقدمة وصدارة هذا الشوط. المزن من هجن العاصفة وغياث الهلال من يتابعها في عملية التضبير، يقدم المزن في هذا الانطلاق، بينما مهابة تتواجد بشعار هجن الرياسة بمتابعة صالح بن سعيد بالعرج المري. من يقدم مهابة في المركز الثاني والثالث المراكز القادمة؟ حدث في المركز الثالث المنطلقة بهذا الانطلاق للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، الصادق فضل الأمين يقدم حدث في هذا المسار على المركز الثالث. المركز الرابع يأتي شعار هجن العاصفة يتقدم بهذا التقدم من مهل على المركز الرابع من هجن العاصفة وغياث الهلالي من يتابعها في عملية التضمير، بينما ناخذ المركز الخامس، خامس المراكز، يأتي شعار هجن الرياسة بوجود وانطلاقة متعبة من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف. من يقدم هذا الانطلاق؟ من يقدم متعبة على خامس التحديات؟ لوحة 3 كيلومترات غادرنا منها بخماسية رائعة بانطلاق جميل باندفاع مميز، ولكن الأسماء بدأت تقترب في هذه الأثناء، بدأت تقترب أسماء والشعارات اقتربت في هذه اللحظات المثيرة، بدأت تسير أيضا بسرعة ممتازة نشاهدها بهذا القدوم الكبير. الله 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 الله، عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى الانطلاق والاندفاع من المزن على مقدمة الشوط على المركز الأول من هجن العاصفة. هذه المزن في مقدمة الشوط، هذه المزن بشعار هجن العاصفة حتى اللحظات على المركز الأول. غياث الهلال يتابعها، ولكن هناك مهابة غيرت، انطلقت إلى الصدارة، عادت إلى الصدارة مهابة بشعار هجن الرياسة. يلا يا بالعرج، من يتابع هذا الانطلاق وهذه مهابة في مقدمة الشوط من هجن الرياسة؟ صالح بن سعيد بالعرج المري من يقدم مهابة. المركز الثالث حدث للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق فضل الأمين من يتابع حدث. المركز الرابع تحركت المتعبة، متعبة في المركز الرابع من هجن الرياسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وخامس المراكز وصلت الدرعية قادمة في هذه اللحظات من هجن الرياسة بقيادة العملاق اللي قدم الدرعية، وبمعية الدرعية نشاهد شعار هجن العاصفة القادم بهذا الانطلاق مع صوغة اللي وصلت في هذه اللحظة من هجن العاصفة. غياث الهلالي يتابع صوغة، يقدم صوغة بهذا الأداء، وصل الجميع، وصلت الأسماء، سرعة الشوط زادت. الله 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 الله، مع هذه اللحظات المثيرة بينما الأمتار بدأت تنهار بوجود هذه الأسماء بوجود هذه الشعارات، يا سلام على المشهد الرائع
على التحدي الكبير والمثير. عودتنا إلى شعار هجن العاصفة مع صوغة صوغة اللي غيرت في هذه اللحظات مع الصدارة الأولى، بدأت تقود الأسماء بالشعار الملك الكبير، شعار هجن العاصفة على مقدمة الشوط. 1500 متر يا غياث الهلالي عن الناموس والانتصار، وهذه صوغة في المركز الأول، بينما الدرعية على المركز الثاني من هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم الدرعية المركز الثالث. تحرك في هذه اللحظات شعار هجن الشحانية الغارية قادمة بأول ندى بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري المركز الرابع، تابع شعار هجن الشحانية قادما في هذه اللحظات مع الجازي المتقدمة بمتابعة المشاغب وخامس المراكز. يا سلام متعبة، هجمت متعبة، تحركت في هذه اللحظة من هجن الرياسة عند المجازف محمد بن عتيق بالزيتون المهيري وخامس المراكز. تابع الأسماء القادمة، تابع التحرك الجميل في هذه اللحظات من الدرعية من هجن الرياسة، ولكن أتابع الاقتراب والاقتحام من الهائلة من هجن الرياسة عند المجازف والاسم القادم. وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، وصلت الفائزة من هجن الرياسة عند المجازف، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، ثنائية جميلة بشعار هجن العاصفة بشعار هجن الشحانية. الله 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 الله، ولكن هنا اللي غيرت الغارية قادت الشوط في اللحظات المثيرة. الأمتار الذهبية والشبل من يقدم الغارية بالشعار العنابي شعار هجن الشحانية، وبدأ أيضا شاغب بالاقتراب الجميل مع الجازي في المركز الثاني من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما في المركز الثالث ثالث المراكز واصل الفائزة من هجن الرياسة، ولكن الصدارة عنابية. الله 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 الله، الغارية من سجلت الفوز والانتصار. اللحظات المثيرة ما بين الثنتين، الشعار العنابي شعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم الغارية البطلة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا للشبل جابر بن سالم فاران المري، بينما ثاني المراكز كانت الجازي من هجن الشحانية وعند المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما ثالث المراكز وصلت الفائزة من هجن الرياسة عند المجازف محمد بن عتيق بالزيتون المهيري المركز الرابع صوغة من هجن العاصفة، وغياث الهلالي كان في المتابعة، بينما خامس المراكز كان الوصول مشاهدين الكرام من الهائلة من هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بالزيتون المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، شاهدنا المنافسات والتحديات الكبيرة في هذا الشوط، ولكن كانت هناك الغارية على الموعد حاضرة، وملخص الإعادة ولحظة وصول الغارية إلى خط النهاية محققة هذا الفوز والانتصار. ناخذ التوقيت الزمني وهذا الدخول الثنائي الجميل بشعار هجن الشحانية، ولكن الغارية كانت البطلة. التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية قاطع المسافة في 12 دقيقة 21 ثانية، 27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم فاران المري، بينما ثاني المراكز كانت الجازي بتوقيت 12 دقيقة 21 ثانية، 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وتهانينا للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الفائزة من وصلة ثالثا في 12 دقيقة 24 ثانية، 22 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، وتهانينا للمجازف محمد بن عتيق بالزيتون المهيري.